استخدامات الكلاب في حياة البشر اليومية كتير، والدراسات الحديثة بتبين إن الكلاب تم تدجينها لأول مرة من 30 ألف سنة تقريبا، ويمكن أكتر من كده كمان. فالكلاب بيتم استخدامها في مجالات كتير جدا زي الحراسات، سواء منشآت أو ممتلكات أو شخصية، أو للصيد، أو للكشف عن المواد المخدرة والمتفجرة، أو مساعدة فاقد البصر والمسنين، أو لغرض رعي المواشي والأغنام وحراستهم، أو بغرض إنه يكون حيوان أليف للأسرة. وبالتالي فالكلب صديق قديم جدا للإنسان، وده ينقلنا لسؤال مهم جدا، وهو إيه فايدة إن الإنسان يربي كلب؟ والإجابة هي إن في 9 فوائد مهمة يخلوك إنك تربي كلب، وهم كالتالي: أول فايدة هي إن الكلاب فعليا هتخليك تحس بوحدة أقل، فكلبك بيقدم لك حب غير مشروط ودعم عاطفي هيقلل من شعورك بالوحدة، وده بيعالج العزلة الاجتماعية. تاني فايدة هي إن الكلاب بتساعد في تحسين صحة أصحابها عن طريق تخفيف الشعور بالتوتر، وبالتالي تقليل مستوى ضغط الدم ومشاكل القلب والأوعية الدموية. ثالث فايدة هي زيادة الشعور بالأمان، سواء كلبك متدرب أو مش متدرب، فوجوده معاك بيخليك تحس بقلق أقل، وبتكون مطمن إن في حد معاك معظم الوقت. رابع فايدة هي إن تربيتك لكلب بتساعدك على تخطي الأزمات النفسية والعصبية. خامس فايدة هي إن الكلاب هتخليك تمارس رياضة المشي بشكل يومي أو 2-3 مرات في الأسبوع على الأقل. سادس فايدة هي إن الكلاب هتخليك اجتماعي أكتر، وده بيتمثل في تفاعل للناس مع كلبك والمواقف الاجتماعية اللي بيعملها كلبك أثناء خروجك معاه، وده بيخلي الناس تخلق مجال للحوار معاك. سابع فايدة هي إحساسك بالسعادة لما بتشوف كلبك، لأن مجرد وجودك مع كلبك بيحفز المخ على إفراز هرمون السعادة وهو الدوبامين. تاسع فايدة وهي مختصة بكبار السن والمصابين بمرض عقلي عن طريق تحسين الوظائف الإدراكية وتخفيف حالات الهياج العصبي، وكذلك المصابين بمرض التشنجات العصبية والصرعة. ودي كانت إجابة السؤال اللي اتسأل في أول الفيديو، هو إيه فايدة إن الإنسان يربي كلب؟ أشوفكم على خير في الفيديو اللي جاي.